أصبحت مدمنا، عنوان غريب وعنوان مخيف جدا جدا جدا. أو جعلوني مدمنا أو مجرما، الاثنين بيندرجوا في نفس المعنى، لكن الفرق الشاسع بينهم اللي الإدمان ممكن يكون إدمان إيجابي وممكن يكون إدمان سلبي. إيه اللي هيجي على أفكارنا من العنوان ده؟ إدمان قصدكوا إيه؟ إدمان المخدرات؟ على فكرة الإدمان مش هو إدمان المخدرات فقط، إدمان المخدرات قد يعالج، لكن في إدمان لأشياء تانية للأسف الشديد قد تدمر الإنسان تدمير جذري. تعالوا نتعرف النهاردة على قصتنا. قصتنا النهاردة قصة مؤلمة وحزينة لأبعد الحدود، لكن الغرض من أي قصة احنا بنقولها النصيحة والعبرة. طالبة من الطالبات بتقول: كنت طالبة مجتهدة جدا جدا جدا، وكنت دايما بفضل الله من المتفوقات، وكنت عندي ترتيب للأولويات دايما. قبل كل ده اللي أنا كنت قريبة من ربنا سبحانه وتعالى جدا جدا، وكنت غالبا منطوية، يعني مليش أصدقاء كتير. لكن في يوم من الأيام اتعرفت على صديقة ليا. احنا قلنا قبل كده للصديق أو الصاحب ساحب، إما يكون للخير أو للشر. للأسف وقعت في صحبة سوء، صحبة شر، وهنا بقى بدأ الشيطان يلعب لعبته. بدل ما مستواي يعلى، للأسف مستواي بدأ ينخفض تدريجيا، وبدأت حياتي حاسة اللي هي بقت ظلام. بدأت حياتي فعلا درجة عن درجة أحس اللي هي خلاص بقت سواد في سواد. صحبة السوء اللي خدتني الجحيم. جحيم؟ أيوة، ما في جحيم دنيا وجحيم آخرة. تعالوا أقول لكم النهاردة القصة بتاعتي، عشان عايزة أنصح كل واحد وكل واحدة يخلي بالهم كويس جدا جدا. قصتي بتبدأ كالآتي: أنا كنت في الثانوية العامة، وكنت طالبة فعلا مجتهدة جدا جدا بفضل الله، وكنت دايما بطلع من الأوائل. بدأت اللي أنا أدخل الجامعة، وغالبا أنا ما كانش ليا صديقات كتير جدا، يعني هو تقريبا 2-3 بالعدد. كل واحدة دخلت جامعة مختلفة، وأنا دخلت الجامعة بتاعتي، فكنت حاسة دايما أن أنا وحيدة. لكن المشكلة دي ما كانتش بتيجي على ذهني نهائي خالص، لغاية ما بدأت تدريجيا أن أنا أتعرف على صحبة. ما كنتش قبل كده جربت يعني ايه صاحب يكون وحش وبيتمنى ليك الشر، ولو شايفك انت في اعلى الدرجات مش عايزك تبقى كده، عايزك تنزل للمستوى بتاعه. للأسف الشديد انا وقعت في الصحبة دي، صحبة السوء اللي خدتني معاها لمكان مظلم. بدأت الصحبة دي تدريجيا: تعالي تعالي النهاردة نسهر، تعالي النهاردة نسمع اغاني، تعالي النهاردة نخرج. على الرغم اللي انا كنت برفض كتير جدا، لكن انتوا عارفين الزن على الودان امر من السحر. بدأ فعلا مستواي في الدراسة يقل تدريجيا، بل وكمان بدأت اللي انا ابعد عن ربنا، وبدأت اللي انا اروح اسهر معاهم، وكمان اللي انا ما كنتش بسمع اغاني خالص بدأت اللي انا اسمع اغاني. للأسف الشديد بقيت مدمنة. مدمنة؟ مدمنة على السهر، مدمنة على سماع الاغاني، مدمنة اللي انا اشوف اصدقائي اللي هم للأسف بيخلوني أبعد عن ربنا، صحبة السوء، صحبة الشر. للأسف الشديد بقى إدمان عندي مستمر. بدأت اللي أنا أبقى منطوية. منطوية عن إيه؟ منطوية عن أهلي. بدأت اللي أنا على طول في تواصل مع صحابي. بدأت اللي أنا على طول أقعد في الغرفة أسمع أغاني بدل ما كنت بسمع قرآن، بدل ما كنت أذاكر دروسي. لا خلاص بعدت عن كل شيء يرضي الله عز وجل، وبدأت اللي أنا خلاص أندرج في طريق الشيطان. بدأت حياتي تنقلب، بدأت حياتي خلاص حاسة اللي مفيش بركة في أي شيء، وللأسف ماشية في الطريق مش عارفة أنا هوصل لفين. ما حصل موقف، الموقف ده لغاية وقتنا الحالي أنا مش قادرة أنساه، وبحمد ربنا اللي أنا فوق في اللحظة المناسبة. الموقف إن زميلتي ماتت قدام عيني. إيه؟ زميلتي ماتت؟ للأسف الشديد. لكن ماتت إزاي؟ واحنا كنا قاعدين نسمع اغاني وقاعدين نرقص وقاعدين للاسف الشديد بعاد كل البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. موقف كسرني وفي نفس الوقت خلاني ان انا ارجع تاني زي ما كنت، ارجع لربنا سبحانه وتعالى اتقرب منه، بدل ما كنت في وحل ما اعرفش اخره هيكون ايه. رجعت لحياتي الطبيعيه، حياتي الاولى اللي كان فيها هدوء نفسي، بعد ما خدت درس وتعلمت درس عمري ما هنساه في حياتي،
ده الإدمان. فإدمان المخدرات هو بس أوضح أنواع الإدمان وأشهرها، لكنه مش أخطرها ولا أكثرها انتشاراً. إدمان للفلوس، إدمان للسفر، إدمان للفيسبوك، إدمان للوحدة، إدمان للخوف، إدمان للعلم دون تعلم حقيقي، إدمان للتدين السطحي المزيف دون تدين أصيل عميق. فشفتوا في كم مدمن حوالينا في الشوارع والبيوت وأماكن العمل وغيرها وغيرها؟ ياريت كلنا نتعظ وكلنا نتعلم من بعضنا. ودي كانت قصتنا النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، والسلام ختام.